أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع نجاح الجولة الرابعة لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والتي اختتمت فعاليتها اليوم بالعاصمة الروسية موسكو. قال وزير المالية محمد معيط إن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد على صرف الشريحة الأخيرة من برنامج الاستعداد الائتماني تؤكد أن مصر تمضي بقوة في مسيرة الإصلاح والتنمية، محققة نتائج أفضل من المستهدف. انتقل النائب العام المستشار حماد الصاوي ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة إلى مقر السفارة المصرية في باريس لاسترداد 114 قطعة أثرية منهوبة هربت إلى فرنسا، وذلك في ضوء تحقيقات مهمة باشرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية أسفرت عن استرداد تلك القطع. أعلنت وزارة الخارجية نجاح الجهود المصرية في إطلاق نداء عالمي في مجلس حقوق الإنسان الدولي للقضاء على ظاهرة ختان الإناث حول العالم، مضيفة أن هذا النداء حظي بدعم غير مسبوق من 136 دولة. أعلنت وزيرة الصحة هالة زيد السماح بدخول البلاد لحاملي شهادات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية بشرط أن يكون قد مضى 14 يوما على تلقي اللقاح. أجرت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لمبنى الوزارة الجديد في إطار تحركات الحكومة استعدادا لانتقال الوزارات تبعا للعاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة. قررت السلطات اليونانية تخفيف بعض القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا بسبب تباطؤ وتيرة تفشي العدوى وموجة الحر الشديد التي تجتاح البلاد حالياً.